بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على بث الحب لك يا كريم، واجعلنا نبشر بالوئام والمحبة لكل خلقك يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، مش رؤوف بنا فقط، رؤوف بالعباد، عباد وعبيد، ده اللي هي متفوقة على العبيد، عباد، رؤوف أي لطيف، حنان منا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، شوف ربي بماذا يأمرنا ويكرمنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خليوا حتى واحد منكم يتحرم من هذا الدخول السليم في بطاقة السلام، أيوة، هي هدية من السلام سبحانه وتعالى. ولا تتبعوا خطوة الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. راه زيد الزلة ماهيش مش تكلم حاجة رخيصة، لأن الله عزيز يقهر وحكيم، لا يغفل عن شيء، ويضع كل شيء في موضعه، لأنه هو أحكم الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أجمعين. إن أردتم أن تكونوا من الجمع المغفور له، ومن الجمع السعيد في دنيا وأخرى، وفيما بينهما في روضات من الجنة أثناء الحياة البرزخية، لبي اسمك والسلام.